رسالة جمهور الزمالك لمجلس الإدارة وعد الحر دين فك القيد فين؟, فين كابتن نادر كامل لا أنا الحقيقة والتجربة دي شفناها قبل كده أنا شايف قبل ما الزمالك يدور على صفقات يجيبها سواء كان بقى من الفرقة التانية من الدرجة التانية زي ما بشوف على السوشيال ميديا والكلام ده الأول يدور على الناشئين يدور على لعيبه الناشئين اللي هم 2003 لان عندك لعيبه كويسين جدا 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 في 2003 و2005 كويسين م. جدا ومؤهلين ومهيئين ان هم يلعبوا يعني زي ما بتتكلم على اوباما وفي لعيبه كتير جدا منهم انت منهم شيكابالا منهم كتير من اللعيبه منهم انا كتير من اللعيبه مجرد ما يطلع واحد عنده 17 18 سنه بياخد شخصيه النادي فانت بدل ما تدور على صفقات وتقول ان انا اجيب صفقات عشان الامور الاعلاميه صدقني الاول دور على اللعيبه بتاعتك هتلاقي خمس ست سبع لعيبه كويسين جدا 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 عشان انا بتكلم على 2003 عشان اعرفهم لان كان نفس الجيل بتاع بتاع طيب احمد, أحمد فعندك خمس ست لعيبه كويسين جدا 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 الاول خدهم شوفهم وبعد كده شوف لو انت عايز حد من بره هات حد, حد من بره ده رايي هو 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 كابتن يعني طبعا الجمهور وانا ده رايي يعني انا رايي زي راي الجمهور ها. الزمالك محتاج يفك قيد لان الزمالك محتاج على الاقل على الاقل ثلاثه لعيبه يعملوا له ابجريد انت النهارده عايز تفوز بكواليتي يعلي لك الكواليتي يبقى متجر... انا قصدي تاكيدا لكلامك انت تجيب كواليتي لا كواليتي هات لا لا مش كواليتي لا, 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 بزرد لا بزرد ده اللي كواليتي يعني انا مش عايز اقول مركز عشان ما, ما لا 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 لا, 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 لا الزمالك محتاج ثلاثه لعيبه دوليين صح ثلاثه لعيبه جامدين يعملوا حته بالسرق. اللي هو خلاص يبقى الزمالك عنده مع اللعيبه اللي موجوده مع الفكره اللي حضرتك بتقولها ان لازم يعني تشوف الاول عندك انا عايز اقول لك كابتن نادر بس انا دخلت قريت قرايه كبيره جدا ازاي الفوتبول دايركتورز بيشتغلوا عارف بيعملوا ايه يا دودار؟ بياخدوا كل مركز كانه بروجكت منفصل مشروع منفصل <تكلم> <عم> يعني ايه مثلا؟ تمام انا مثلا عندي مثلا خلينا نقول مثلا لعيب نمره سته في الناشئين كويس جدا اسمه محمد السيد تمام اول حاجه لازم اوضيه عقد طبعا تمام؟ تمام عقد طيب مم. الولد ده محتاج قد ايه ان هو يلعب درجه اولى اعمل له تقييم مم. يعني اخدت مشروع اللي هو بتاع نمره 6 ده تمام الولد ده محتاج ان هو يقدر يلعب درجه اولى من اول بدايه الموسم الجديد مم. يبقى من دلوقتي لازم امرنه مع الفريق الاول لازم ادي له شغل معين اكمل له المحطه عشان اجهزه ان هو يبقى لعيب فريق اول صح. يبقى بقى ايه ما ينفعش اجيب له لعيب نمره 6 تاني غير دونجا يعمل له بلوك بالظبط لا ده هو لازم يطلع بالزبط. يبقى هو زي ما اياكس بيعمله انت بالزبط. عارف بتاع الباك ليفت انا مثلا عندي باك ليفت كويس مم. جدا بس ما يقدرش يلعب دلوقتي يقدر يلعب بعد سنه ونص بالزبط. يبقى انا بجهزه ست شهور يبقى عشان واحد يطلع اعاره بالظبط صح صح, لا. صح صح كل مين في المين. الجول كيبر صح. انا عندي احمد نادر السيد مثلا ممكن يبقى مثلا موجود او نبد موجود طب النهارده اجيب جول كيبر يعمل له بلوك ليه؟ صح مظبوط عمرك ما تلاقي الانديه الكبيره بيعملوا بلوك للعيب طالع كويس مؤقت انت بتجيب لعيب مؤقت بس لا, لا انا قصدي بيبقى في لعيب بيلعب في المكان ده في ستة او في ثمانية او في عشرة ايا كان المكان بتجيبه مؤقت بس فقط لغير غير لغايه ما التاني يقف على رجليه كويس جدا وبعد كده ياخد في وهكذا في فريرة لما طلع يوسف اسامه نبيه وكمل وسفر وجعفر وكانت الفوق وكان سيد نيمار وحسام عبد المجيد نفس انا شايف الحقيقه شايف الحقيقه دودار يعني والحقيقه ممكن ده مقصود او غير مقصود ما ان بعض الناس بتروج لبعض اللعيبه اللي ممكن يكونوا في الدرجه الثانيه ممكن يكونوا اللعيبة كويسين انما مش مش زي ما, ما يلعبوش زي فانا عشان كده بقول انك بدل ما ادور على بس لع... مك... صدقنا كلام صدقنا يا كابتن نادر معظمه كلامه وكلاء بس خد بالك كابتن بعض الاوقات بتتاثر بيه بعض المسؤولين مش عايز على الزمالك بس بتكلم بشكل عام بعض المسؤولين بيتاثروا بالسوشيال ميديا للاسف الشديد بتكلم فيه عشان لازم احط 100 خط تحتي لا في لعيبه كويسين جدا طبعاً كواليتي طبعاً. كويس جدا جدا في الزمالك، طبعاً. يعني على سبيل المثال انت بتتكلم على نص ملعب مدافع في ولد اسمه طارق علاء مثلا كان في منتخب الشباب، الولد ده لاعب كويس جدا معرفش كان اعاره سموحه اعتقد ورجع تاني حصل مشكله في القيد و... يعني المهم ف... فانا قصدي في الاول كواليتي لعيبه كويسين علاء في لعيبة المحل على فكره طارق مع... مع... علاء يعني. مع مع احمد اصلا هو كابتن برضه آه. يعني آه. بالظبط تكميلات اللي يا كابتن برضه هو مين رئيس قطاع نادي الزمالك؟ مين رئيس قطاع يعني الناشئين مين رئيس قطاع الناشئين في والله كابتن اسماعيل اعتذر يعني دي من ضمن الحاجات اللي الكابتن نادر بيتكلم فيها ان ان نبص على الناشئين، طب ما هو لازم يحصل اعاده هيكله لقطاع الناشئين، النهارده لما الجمهور يندى على ال على ال... على ال... على فك فق... فك القيد ومجلس الاداره وعد بالكلام ده وعد بالكلام ده فلو جه شهر هو الحقيقه الناس بتحل المشكله يعني برضه عشان الناس انا وانا قلت الكلام ده الناس بتسعى ان هي تحل ال... تحل المشكله لكن فك القيد آه آه ما ما اصبحش رفاهيه مم. في رايي مم. النهارده الزمالك عايز ينافس على كل البطولات صح. السنه دي لازم الزمالك يفك القيد وتبقى دي اولوياته لازم يبص على قطاع الناشئين ويطور اللعيبه بس الزمالك محتاج ثلاثة لعيبه سوبر صح. عشان يقدر ان هو آه يبقى عنده حلول مختلفه غير اللي احنا شفناه النهارده بس انا عندي حاجه صغيره مم. انا لو انا مسؤول مع احترامي الكاميرا ما اعرفش ل... ما... ما الامور الداخليه بس انا لو انا عندي بادجت معين وعندي فلوس معينه مم. الفلوس دي وعندي لعيبه ليها مستحقات من اللعيبه الموجودين حاليا دلوقتي مم. أ... الاولى بالنسبه لي ان انا اطلع ناشئين وان انا ادي فلوس للعيبة اللي موجودين عندي فبالتالي بعمل استقرار في الفريق حتى لو ما كانش عندي كواليتي دلوقتي مم. ده رايي شخصيا انما اللعيبه امبارح او امبارح خدوا جزء كبير جدا من مستحقاتهم تمام ليه ما نمشيش في لا ليه ما ليه لا انا 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 معرفش البادجت كام معرفش أيوة الميزانيه ايه معرفش الفلوس في فلوس اوريدي تفك القيد وانك انت تتعاقد مع لعيبه جديده وانك انت تدي فلوس بس انا بتكلم على الاولويات م. الاولويات ان انا ادي فلوس للعيبه اللي موجودين عندي م. والسكواد مش وحش مع وجود لعيبه كواليتي زي شيكابالا زي, زي زيزو زي الونش ان شاء الله راجع طبعا كل لعيبه في كواليتي لعيبه كويسين جدا ابني عليهم فرقه تكمل بيها الموسم صح لو انا عندي الـ 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 الاكسترا او الفلوس الاكثر افك القيد واتعاقد مع لعيبه ثانيه لان مش عايز اعمل احل مشكله بمشكله ثانيه ده ده رايي لكن بس في, في, في فيها كابتن يعني ايه ال كويس نحن في النقطه دي مم. الزمالك عنده مشاكل لو النهارده الزمالك متمسك بقراره وان ان ان, إن صبحي معروض للبيع تمام. صح مم. ومفكش القيد عنده مشكله في حراسه المرمى لو عواد لا قدر الله حصل له حاجه انت عندك الاولاد التانيين اللي موجودين المقيدين فعليا تمام. صغار صغيره جوال مميزه خبراتهم تمام. قليله مثلا تمام. فانت هتعمل ايه مثلا يعني, يعني لو في موقف زي ده وانت بتنافس على الكونفدراليه وبتلعب ماتشات كبيره هتلاعب ولد و... يعني معرفش ما, عندوش ما عندوش انا انا, أنا, أنا لا لا, بس خبرات يعني صعب لا طبعا, طبعاً صعب. صعب.